نور، وصلنا بمحطاتنا لمساحة من الإبداع السوري والفن السابع، رح نسلط فيها الضوء على موهبة أثبتت تميزها بالمجال السينمائي. صباحنا غير لليوم مع علي المؤذن، اختصاصي إخراج فيلم ميكينج، تخرج من جامعة ليمكو كوينغ بماليزيا. رح نحكي معه أكثر عن مجموعة من الأفلام يلي أخرجها ويلي اشتغل عليها وحقق جوائز عديدة وعرض بعضها من سنوات في دار الأوبرا السورية. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. ونور صباح خير للمشاهدين. يسعد صباحك علي. بالبداية قبل ما نحكي عن تفاصيل أعمالك، خلينا نحكي عن سبب توجهك للعمل أو للدراسة الفن السابع في ماليزيا. من قبل بابا هو مصور بالتلفزيون، كان كان عندنا استوديو هيك صغير، وبلشت الشغلة عندي من وقت ما كان عمري 12 سنة، فينا نقول كنت اشتغل مونتاج. طورت شوي شوي لحالي لحد ما بلشت الأزمة وصار الوضع هيك، قررت أني سافر على ماليزيا بشكل عام، لأنه هي الشغلة هوايتي، وهون عنا يعني للأسف ما في جامعة تقدم لي هي الشهادة، فاضطريت أني سافر على ماليزيا. هلأ لكتير أسباب، أول شيء أهم شيء أنه بيعطونا فيز نحن كسوريين، وفيز دراسة طبعا. تاني شيء هو المكان، آسيا كتير حلوة، فيني يعني أقدر أساوي فيه كتير شغلات، لأنه كنت حاطت ببالي أني أعمل كذا فيلم وكذا دوكيومنت، يعني هي كان الكونسبت تبعي أنه أطلع أساوي فيلم ميكينج ودوكيومنتريز أول شيء. بعدين تطورنا هيك شوي شوي لحتى صرنا بقصة صناعة الأفلام، يعني ما بلشت ما كانت القصة بس أنه أنا طالع أدرس إخراج، طالع كنت بوقتها أني بدي أدرس فيلم ميكينج بشكل عام، إخراج، إنتاج، مونتاج، كتابة سكريبت، تصوير، حتى إضاءة. فالحمد لله يعني كان ماليزيا بلد كتير قدم لي هذا الموضوع، وقدرت هيك أني أتخصص فيه هناك وأرجع لهون على البلد. يعني أكيد الدراسة بتخلي الموهبة تختلف، بتخليك تشوف الموضوع بمنظور تاني. هذا الشيء يمكن كان توج بمشروع التخرج اللي أحرزت فيه المركز الأول. حكينا شوي عن مشروع تخرجك وعن هاي الحالة لما حسيت المركز الاول. اوكي، هلا ماي شادو اند اي هو فيلم تخرجي كان بماليزيا، هو بيحكي عن التوحد، عن حاله كاركتر عنده حاله توحد وعم يحاول يطلع منها لهي الحاله عن طريق الرقص. هو فيلم راقص موسيقي فيك تقولي. هلا بالجامعه كثير حبوه واعطوني يعني احسن فيلم قصير فينا نقول. رجعت من ماليزيا وقدمته هون لدار الاوبرا، وكمان كان كثير الرياكشن عليه كثير حلو، والحمد لله يعني كان ظريف يعني. وهلا ان شاء الله عم برجع اعمل له بس اعاده برودوسينج، لانه في شوي على الكوبي رايت مشاكل، وراح اقدمه لكثير مهرجانات ان شاء الله خير. طيب علي، خلال دراستك كان لك تقريبا 10 افلام قصيره تمام ومشاركت فيها في عده دول. خلينا نحكي عن هي الافلام وقديش فعلا بتختلف، مثل ما قالت سلمى، لما تكون في عندك موهبه منذ الصغر وانت تدعمها بهي الدراسه، ولما يكون مثلا مشروع تخرجك ينال جائزه على مستوى كمان نوع من المسؤوليه بشكل عندك فينا نقول. هلا هو الجهد والشغف فينا نحكي هو اكثر شيء بيساعد لهذا الموضوع، يعني هي مسؤوليه كثير كبيره طبعا. الفيلم انك تطرحي رساله للعالم، انك تطرحي افكار العالم بدها تتقبلها، هذا الشيء ما كثير سهل. هلا الحمد لله يعني كان الفيلم كيف فينا نقول، حتى اختيار الموضوع نوعا ما. هلا هو كمان في شغله ما قلت لك، هو الفيلم الكاركترز الشخصيات الموجوده فيه من الصين، يعني هو كان تحدي لي انه احكي عن التوحد، انه يكون الفيلم راقص، وكمان انه يكون صيني تماما. فالحمد لله يعني هلا انا نقيت هلا الكاركترز الاشخاص الاسيويين بحد ذاتهم طبيعه وجوههم بشوي بارده، فبتحسسنا ب يعني ما في داعي الكاركتر لكثير انه يمثل، انه هو لانه هن كاركترات بارده. فالحمد لله توفقت فيه، يعني هو كان هيك يعني انه بعد ما درست كل هالسنين بدي اتحدى حالي بشيء كثير يكون قوي واكسر كل الليمتس اللي عندي، والحمد لله كان. طيب علي، خلينا نحكي شوي كمان عن الأفلام الثانية. الأفلام الوثائقية بشكل عام هي بيكون شوي فيها صعوبة، لأنه أنت محطوط بقالب معين، إذا أنت ما قدرت تحقق هي الشروط للفيلم ما لح يقدر ياخد حقه كفيلم وثائقي، غير الأفلام اللي أنت بتطرح فيها فكرة وبيكون في لك الحرية للمعالجة. كيف حاولت توافق وتبرز بالناحيتين؟
هلا حتى الدوكيومنتريز فيكي انت قبل يعني وقت الاعداد قبل ما يصير التنفيذ بيكون انت في رساله بدك تقدميها، يعني حتى الدوكيومنتريز ممكن يكون موجه، يعني مو دائما دوكيومنتري انك تحملي كاميرا وتروحي تصوري شو عم يصير، فيكي تكتبي سكريبت كامل عن الموضوع وتروحي تنفذي. يعني مو يعني سكريبت بحاله انه مثلا هلا في طلعنا صورنا بغابات تمن نيجارا، بهاي الغابه رحنا انه نحن السكريبت تبعنا بدنا نروح نقابل شخص من القبيله اللي هن ما بيعرفوا لا يقروا لا يكتبوا عايشين بالغابات ونشوف شو بده يصير معنا هنيك، بس السكريبت انه نحن بدنا نشوف كيف بياكل، كيف من وين بيجيب الاكل، من وين بيجيب المي، كيف يغسل، كيف عايش معه ولا تماما. ف يعني هو بشكل عام في رساله من وراء هذا الموضوع بتكون قبل ما نبلش بالعمل حاطينها وعرفانين شو هي وبدنا نروح يعني ننفذها، عرفتي؟ فالمس يعني التوافق بيناتهم انك بيشبهوا بعض، بس واحد خطر يعني هلا بالغابه كثير خطره، نحن كثير واجهنا مشاكل هنيك وفي يعني وفي عالم كثير تضررت معنا يعني حتى وقت كنا هنيك، بس يعني فيك تقولي الاثنين سكريبتد والتنفيذ بيصفي على الشيء اللي موجود بين ايدينا وعلى المونتاج. اكثر صعوبه ولا بتلاقي الاثنين نفس الشيء، بدك نفس الامكانيات نفس القدرات نفس التركيز نفس المجهود اذا فينا نقول؟ هلا بالافلام بتحسي توتر اكثر، بالدوكيومنتري بيكون مرتاح الواحد لانه هذا اللي عم يصير قدامي وعم صوره، ما في ورانا سكادجول كثير كبير او سوري كثير ضيق وهيك، ف يعني الاثنين كل واحد له كل شيء له الزيت، عرفتي؟ يعني كل يعني الدوكيومنتري انك تروحي توثقي شيء ممكن انت يعني هيك وانت ماشيه يصير قدامك حدث بدك تاخذيه، فالا للزي انك تلقطي هي اللحظات اللي كثير نادره، فبيكون هيك فيه. اما الشورت فيلم بيكون خلص سكريبتت وبدك تمشي على السكادجول وبعدين البوست برودكشن والشغل النظام، فكل شيء له شيء يعني. طيب علي، عاده المخرج بيكون في له شريك اللي هو الكاتب، افلامك كان في لك هذا الشريك ولا انت كمان كنت كاتب النص؟ هلا رح اقول لك شغله بصراحه، لما طلعت على ماليزيا تعرفت على كثير اشخاص وصرت شراكه فينا نقول مع شخصين اللي هن طارق ابراهيم ويزن اسدي. هلا بشكل عام نحن ما فيك تقولي عن نحن دارسين اخراج سينمائي، بس نحن يعني بفضل ينادونا صانعين افلام، فيلم ميكرز، اللي لانه نحن مو بس مخرجين، نحن نكتب نعمل اديتنج نعمل مونتاج سوري انتاج اضاءه كل شيء فينا نعمله. ف بشكل عام نحن كنا نطرح الافكار لبعضنا، يعني مثلا انا فيلم تخرجي تخرج معي عليه كمان طارق ابراهيم، نفس الوقت بطرح له الفكره هو بيساعدني ومنكتب وكذا هيك. ف فيلم التخرج كان تبعنا هو اخراجي مونتاجي انتاجي وكتابتي، يعني كل شيء. لا مو كل شيء، يعني طارق كان عم يشتغل كمان دي او بي وكان كولورست، وهدول يعني شغلتين كثير اساسيه، فنحن كتيم هيك بنكمل بعض يعني، عرفتي؟ ف يعني فيني يكون الكاتب شريكي فيني يكون افكاري. كمان علي شاركت بمونتاج وتصوير العديد من الافلام ومؤخرا كمان اخراج كليب للفنان وسيم الشعار اللي حصد على اكثر من 1.5 مليون مشاهده على اليوتيوب. رح نتابع مقتطفات من الكليب ونرجع نتابع حديثنا. تمشي وتتدلع وتشوف بحالها والوليمين بيطلع نقطة بجمالها، حقا تمشي وتتدلع وتشوف بحالها والوليمين بيطلع نقطة بجمالها، شوفي حالك يا أرض عم تمشي عليك لولا خطوات الورد ما بيطلع فيك، قدك مثل مثل ما شفنا الفيديو كليب. قديه بيختلف يمكن عالم الفيديو كليب او اخراج فيديو كليب غنيه هي مكتوبه سابقا موجود لها قصه، بانك انت عن فيلم انت حاطط السيناريو او حاطط القصه اللي بدك تعملها فيه؟ هلا لك بصراحه هو كثير بيشبهوا بعض، يعني في عالم كثير ما بتوافقني بهذا الموضوع، بس بالنهايه اول حدا يقول هالراي. سوري اول حدا يقول هالراي.
يعني بشكل خاص لانه انا مارست هذا الموضوع، فانا بعرف انه الاثنين سكريبتد. يعني الميوزك فيديو هلا في كثير ميوزك فيديوز بيكونوا هم عباره عن بس مشاهد ورقص وكذا هيك من دون، ما فيه سيناريو، ما فيه شيء، ما فيه قصه، ما فيه كونسبت تماما. فالميوزك فيديو بالنسبه لي كان انه انا بدي احط قصه مثل كاني عم بعمل شورت فيلم، لانه هو كمان الميوزك فيديو من 3 دقائق ونص ل 5 دقائق، يعني فيك تقولي انه هو شورت فيلم بس غنائي. يعني بشكل عام بحاول بكل شيء، يعني حتى ميوزك فيديو، حتى لو بأبسط الأمور، حتى لو كانت دعاية، أني يعني أخذ الموضوع بطريقة سينمائية. فمجرد ما أني أنا أخذت هدول الأشياء بطريقة سينمائية فرح يكون الشغل منيح. يعني هو فيك تقولي كتير بيشبهوا بعض، يمكن كثير بيشبهوا بعض بس يمكن المجهود يختلف. فينا نقول لما تكون مثلا انا عندي فيلم وثائقي او مثلا مثل مشروع التخرج، لما تحكي عن رساله معينه حابه توجهها عن فيديو كليب يمكن تحسه نوعا ما اريح لك، فينا نقول ولا لا؟ والله هو كله يعني مثل ما قلت لك قبل شوي، الدوكيومنتري له شيء والشورت فيلم او الفيلم له شيء، كمان الميوزك فيديو له شيء ثالث، عرفتي؟ بس عمليا كله ارت، يعني كله هو فن، وانت كيف بدك توصلي هي الرساله. الميوزك فيديو هلا الشورت فيلمز ليه بيقولوا انه الشورت فيلمز ممكن يكونوا اصعب من الفيلم الطويل، لانه انت بدك توصلي رساله كثير يعني كثير وقت ضيق لهذا الشخص. ونفس الشيء الميوزك فيديو، وخصوصي انه الميوزك فيديو بيكون فيه ريتم، بيكون فيه ميوزك كثير عاليه، فممكن تضيع شوي، بيكون اصعب بس كل التحديات حلوه يعني. طيب خلينا نحكي شوي عن هذا الوقت، يعني بعد إخراج بماليزيا وبدول عديدة، فكرت تعمل شيء عن سوريا بفترة الحرب؟ هلأ بصراحة إيه، وعندي شيء 3 نصوص لهذا الموضوع بس كتير بتكلف، يعني بدها منتج. هلأ بظرف أني كنت أنا بالغربة وعم شوف الوضع من بعيد، طبعاً ما لي عايش هون، ما فيني أحكم يعني، كنت يعني ما قدرت إلا أني أكتب عن هذا الموضوع، وحتى قدمته للجامعة كنص، وكتير حبوه. حتى في عنا أستاذنا ري كريل، هو أمريكي من هوليوود يعني دارس، شافه وقال لي انه هذا عمله مشروع التخرج. بس حتى وانا طالب هنيك نحن كل اللي عم نشتغله لو برودكشن، فاللي كنا عم نحاوله انه نعمل شيء سينمائي بلو بادجت، ما بصراحه على هيك نص ما بيزبط، لانه وضعنا شوي صعب وحرب، يعني انت عم يعني يا بدي اوصف الحاله النفسيه لشخص معين، يا بس انا بصراحه يعني النصوص اللي كتبتها كلها عن هذا الشخص العسكري اللي كنت هذا بيسألك عنه. نصوص بتحكي عن شو؟ يعني 3 نصوص بتحكي عن واقع الأزمة. بصراحة بحكي عن الجيش، يعني بشكل عام بشوف هذا الزلمة اللي أهله ربوا وتعبوا وكذا، وهو كبر وصار عمله هالعمر، وبالأخير يموت فرضا بشغلة كتير رخيصة اللي هي رصاصة. هذا الشيء كتير أثر فيني وكتير أعطاني موتيفيشن لحتى أني أكتب عن هذا الشخص. نحن بشكل عام العالم تسمع اخبار مات كذا ومات كذا شهيد، بس هن ما لهم حاسين. فانا ما قدرت الا اني اكون مع هذا الشخص اللي عم يدافع عنا ونحن ما بنعرف عنه ولا شيء. اكيد علي، بدنا نوجه تحيتنا دائما لرجال الجيش العربي السوري، رجال الحق. خلينا نحكي كمان وثائقي عن الوضع في سوريا او الازمه، في شيء ببالك حابب تشتغله؟ هلا اكيد في شيء ببالي، بس عندي هلا كذا مشروع بدي ارجع اطلع ماليزيا، عندي ميوزك فيديوز هلا قريبا، فهذا الموضوع كمان يعني بدي نحكى فيه بعدين اكثر، بركي مع المؤسسه العامه او شيء. يعني مشاريعك القادمه راح يكون فيها شيء جزء كبير منه بسوريا؟ اكيد في سوريا ولبنان وماليزيا، هذول اكثر شيء راح يكون. بشكل عام كيف لقيت السينما بعد الاختصاص وبعد ما اجيت وشفت وشاركت؟ والسنه يمكن كمان كنت متابع قوي، فتت على مهرجان سينما للشباب وشفته وشفت كذا دوره له، كيف لقيت؟ هلا لك صراحه في قفزه كثير كبيره من السنه الماضيه لهي السنه. يعني نحن واخيرا هلا وصلنا لمرحله انه فينا نقول عنا مخرجين عم يحاولوا يفكروا شباب. تماما مخرجين شباب، يعني دفعات جديده عم يقدروا يحققوا شيء من قبلهم عالم ما قدروا يحققوه ابدا. يعني هلا الشورت فيلم لما عم نحضره بدار الاوبرا مؤخرا وقت كان مهرجان الشباب، انا بصراحه ذهلت انه واخيرا انا عم شوف شورت فيلم سينمائي. يعني اول شيء انا قلت فيلم سينما انا هلا ساعتين ولا شورت فيلم؟ يعني كثير استغربت، وكان
كثير قوي المهرجان لهي السنه يعني كثير حبيته. يمكن عم نتفاجئ علي بالمواهب الشابه الموجوده في سوريا رغم ظروف الازمه، رغم كل الظروف الحياتيه عندنا مواهب شابه عم يتم دعمها ضمن امكانيات محدوده. يعني نحن عم نحكي عن مهرجان الشباب وامكانيات محدوده، وفعلا عم تتفاجئ ان يعني كان بطريقه الطرح، بطريقه التصوير، بطريقه الافكار اللي بتفاجئك نوعا ما. تماما اكيد. هلا بصراحه يعني هذا الشيء المساحة هي أنك تقدري تعملي هذا الشيء بسوريا بهي الأزمة، هذا الموضوع كتير صعب. يعني أنا لما كنت بماليزيا هذا أي شيء بدي أعمله فيني أنزل بأي لوكيشن بصور. نحن المساحة عندنا هون كتير ضيقة بهي الأزمة، فأني مساحة ضيقة وعم يتم استثمارها بطريقة جدا ذكية. تماما يعني عرفت تماماً. شو التفصيل. وحتى أنه زهلت كمان بكذا قصة بالمهرجان، أنه في عالم ما عم تحكي عم تحاكي الأزمة من بعيد. يعني انه وصلنا ما بعد الازمه، فينا نقول انه نحن هي الازمه صارت وخلص، صار التاريخ عنا هيك فرضا. فعم يصير في محاكاه بين المخرج والمشاهد عن هذا الموضوع باسلوب كثير بعيد. يعني انه في فيلم شفته لسدير مسعود عم يحاكي الموضوع انه الازمه خلصت ونحن شو صار بهالعالم بعد الازمه، كيف بدها تكفي حياتها طبيعيه بعد ما شافت كل هالشغلات الصعبة والشغلات اللي مرقت علينا كتير صعبة، فكيف بدنا نكمل؟ يعني في محاكاة كتير حلوة صايرة بالمهرجان الشباب. أكيد بدنا نوجه تحية لكل الشباب ولكل صناع السينما بسوريا عموما، برغم كل هاي الظروف قدروا أنه هنا يثبتوا وجودهم وأنه يمنحوا هاي الفرصة للشباب لحتى يكونوا موهوبين بهذا الوقت. علي، خلينا نحكي عن بالختام عن المشاريع القريبة جدا، عن وين بالتفصيل رح تكون والمشاريع اللي تطمح فيها لبعدين، سواء غير الأفلام القصيرة إذا في شيء أفلام طويلة كمان. تمام. هلأ مثل ما قلت لك عندي ميوزك فيديوز ودوكيومنتريز قريبا هون بالشام وماليزيا وبلبنان. الشيء اللي بطمح له أكيد فيلم طويل سينمائي، لأنه بالنهاية هاي الساعة ونص الكمية، يعني أنا مثلا بخمس دقائق بقدم رسالة، فتخيلي ساعة ونص قديش فيني أعطي وفيني أخذ حريتي بهذا الموضوع، وإن شاء الله يكون في مساحة لهذا الموضوع نقدر نكفيه إن شاء الله. بدنا نتشكرك علي المؤذن على وجودك معنا، المخرج الشاب الموهوب، نتمنى لك التوفيق. ونحن دائما ببرنامج صباحنا غير بنسلط الضوء على المواهب الشابة السورية، بنفتخر وبنعتز بوجودها، فشكرا كثير لك. شكرا كثير لكم. شكرا كثير لك علي، وان شاء الله قريبا بيكون لنا استضافة مع انجازات وافلام جديدة. شكرا كثير لك. اما هلا